زيدان شو صار؟ رويدة بغرفتها وعزت والله مو مبين. طيب امشي معي. شو وين كنتوا لا؟ كنت عم اقضي حاجة برا. يلا فوت اندفس. يلا يلا. سرعة. زيدان الزلمة في وراء قصة كبيرة. نرمين بنتي أنا أشيت بدي أخدك وخلصك من هالظلام. شو عم تساوي هون؟ شو بدك مني؟ أنا أمك يا بنتي. شو ما عرفتيني؟ أنت كذابة، أنت خاينة. نرمين أنت خاينة يا بنتي. خير إن شاء الله. يا لطيف شو هالمنام، صار لي زمان ما شفت أمي. لا يكون. رويدة مالك متذكرة وين حطيتي الدواء؟ لا ماني متذكرة، كانوا بجيبتي. والله قلبنا البيت فوقاني تحتاني وما لقينا شيء أبدا. إيه والله صحيح. بس لنوصل على المعسكر بجيب لك غيرهم. اطلعي ولي. شو عم تساوي؟ كفاية راسك ولي. يلا قيمي هي من راسك. بدكم تغيروا ثيابكم. معقول شباب والصبايا يكونوا بنفس المحل؟ ليش شوفي هولي؟ شو بدك يانا نقعد جوا معهم؟ والله عيب، حرام هالشي. اخرسي وسدي حلقك وانقلعي لجوا. لك يلا احكي لك شو. يلا يلا لا تدفش. يلا تحركي حركي. يلا لشوف. يلا بسرعة بسرعة. يلا تحركي. أهلين وسهلين. أهلين وسهلين فيكي. طمني لقيت ولد؟ لقينا. كيف الوضع؟ جابوا البدلات وعم يلبسوا. أهلين وسهلين. جاهزة لتحاربي كرمال قضيتنا؟ ها؟ يلا خفوها شوي. يلا يلا. رويدة مضيعة أدويتها مبارح، لازم نتحرك فورا ونجيب لها دواء جديد. وكيف مضيعتهم؟ هي بدونهم ما فيها تتحمل. أنا عم شك بعزت، وأكيد أخدهم هو. طيب ليش بده ياخدهم؟ شو رح يستفيد منهم؟ ما بعرف. هالزلمة حاطط عينه على رويدة، أنا برأيي نقتله. استنى شوي، بكرة منعرف. بس بدي إياك تراقب لي يا منيح، وانتي خبريون إنه خلص الدواء اللي عنا، وأول ما يصل عطية وكتري. أمرك زيدان. تفضل يا أغا. حطيها هون. أغا شو بدك؟ جاينا خبر من التنظيم بأنه الناس اللي بدهم ينضموا للتنظيم. إيه شو صاير؟ قالوا أنه مقتولين على الحدود كلهم؟ نعم يا أغا. لا لا لا, لا. يا ربي تحملي أمي. شو لوين رايحوا ليه؟ رمزي مو في عناصر انضموا للتنظيم؟ اللي اجوا من المدينة هداك اليوم. ايه شبهن؟ انقتلوا. وانت شو دخلي؟ قال شو دخلني؟ حاجة تبكي بقى، يلا روحي شوفي شغلك. اه يا امي.
يا ويلي عليكي أمي. بكفيني إنه يجي يزورني على قبري، صدقيني رح أنبسط. طيب هي أنا عامل لك يا أمي. يا الله ليش هيك عملتي؟ ليش عم تبكي وليه؟ فهميني بسرعة قبل ما يجن جناني عليكي وأضربك. احكي بقى وليه؟ ليش عم تبكي؟ مو كان قرايبي بيناتهم؟ شو أم؟ هذا الزلمة بيكون أمي. شو مفكرتيني أجدب وليه؟ شلون أمك؟ الزلمة كان إله دقن. والله يا أمي يا رمزي، وهي الدقن كانت عيرة انضمت للتنظيم لتنقذ نيرمين. لكن يلي مربي دقن أمك؟ شو بدي أحلف لك لتصدقني؟ بوس إيدك يا رمزي، بترجاك تجيب لي جثة أمي لهون على القليل ليكون إلها قبر. بترجاك. العمى شو هالجنان؟ لكن سناء كانت جوات التنظيم؟ خدي كلي هدول. بدي اقول لك شغله ضروريه. شو بدك احكي؟ رح احكي. على فكره انا ندمان كتير، عرفت انه هذا الطريق مو طريقنا. ليك هالشرشحه، ما في لا دين ولا ايمان، وهدول مالهم علاقه بالاكراد ابدا. يلي بدي اقول لك اياه، انا عم فكر اهرب من هون. شو رايك تجي معي؟ واذا بدك بسلمك لامك. أنا ما فيني، أنا قتلت عسكري، ما بدي انحبس، أنا هون مبسوطة. باين عليكي آدمية، مالي عم صدق إنك قتلتي حدا. أنا متأكد إنه في وراها شغلة لعبة. روح من هون، ولا لألك خليك قاعد هون. ولا؟ ليش تارك الساحة وقاعد هون؟ شو عم تخطط ولا؟ ولا شي، كنت عم أحكي معها بس. لا تكذب. يعني شو بدي خطط؟ أنت ليش معصب؟ الظاهر إنه مصيبتك غيرتك كتير. اخرس ولا وحشتك لعي عوزك. ها هديه، انت ما دخلك. ها هديه، رح مرق لك يا فهمان. ليه صوتكم طالع؟ اللي شو صاير؟ كان قاعد هون مع رويدة، مدري على شو عم يخطط. رويدة شو في؟ ما في شي ابدا، جاب لي اكل لهون وهذا كل شي. قوم رح تشارك معنا بالعملية. يلا احمل باروتك. انت لا تتدخل. رويدة انت كمان بدك تجي معنا. أمرك زيدان. يلا امشوا. زيدان أنا متأكد إنه عم يكذبوا هن الاثنين. انتهي بشغلك. فهمني ليش ما عم تصدق. صدقتك. إيه يعني لازم أعرف شو بده. أنا كمان شاكك فيه. لقى الشنتاي وكأنه هو اللي مخبيها. بركي هالزلمة جاي من فوق. بركي عم يراقبونا، ومع هيك ضلك أنت عم تراقبه. وإذا بتشوف أي شي عنه خبرني، رح يكون حسابه معي عسير. خلينا نروح. بالله. رويدة بعد عني بقى، لا توجع لي راسي. يا اما بخبر زيدان. ها اسمعيني شوي. كيف فيني ضل قريبة منك؟ كيف فيني انقذك منه؟